علشان نطمن على بعثتنا ونشوف هناك الاجراءات عامله ازاي. معانا معالي السفير محمد صفوت على التليفون. معالي السفير، اهلا بحضرتك في قناه نادي الزمالك. اهلا وسهلا، اهلا بحضرتك. يعني معالي السفير، عايزين نطمن من حضرتك في البدايه عن بعثه نادي الزمالك، هل في مواعيد معينه توصل فيها البعثه ولا لسه ما تحددش؟ هو متحدد طبعا المواعيد، ان شاء الله انا في انتظارهم بكره باذن الله، وكل حاجه مترتبه، يعني اتمنى انها تكون على يعني ان شاء الله. الحاجات المطلوبه كلها. الجو في انجولا قريب من اجواء في مصر ولا حراره اعلى؟ لا، اليومين دول حر جدا، فيعني اتمنى بقى ان الحراره ما تاثرش على مستوى الاداء. طب الجماهير، هيكون في عدد جماهير كبيره ولا في اجراءات معينه للجماهير؟ بيترو طبعا من الانديه الكبيره هنا في انجولا، فاعتقد ان جماهيره هيكون زي المره اللي فاتت، متواجدين بقوه في الملعب علشان يشجعوا النادي. التعامل مع فيروس كورونا، الاجراءات الاحترازيه مطمئنه لنادي الزمالك ولا هيكون في بعض الاجراءات الخاصه بالنادي مش موجوده في انجولا؟ لا، هو اللي ما فيش حاجه اجراءات خاصه بالنادي تحديدا يعني، بس هو الاجراءات هنا بشكل عام يعني هم متحفظين شويه، فبيبقى فيه اختبارات عند الوصول، كويس. واختبار غير بقى اختبار اللي قبل المباراه، واختبارات عند المغادره. طب كويس ان التحفظ ده مفيد، يعني يخلي الامان اكتر للعيبه وكمان للجماهير وللناس المقيمين في انجولا. هل فندق الاقامه قريب من المكان اللي الزمالك هيتدرب فيه ولا المسافه بينهم كبيره؟ نادي الزمالك ان شاء الله هيكون قاعد في نفس الفندق اللي كان قاعد فيه المره اللي فاتت، وهو تقريبا ملاصق للاستاد اللي هيتلعب فيه المباراه، وهيتم على ملعبه التدريب بتاعهم كمان ان شاء الله. يعني ان شاء الله يكون حاله الزمالك جيده. طبعا اللقاء زي ما احنا عارفين بيترو اتلتيكو ضمن الصعود، واكيد هناك الجماهير هتكون موجوده باعداد كبيره. شكرا جدا معالي السفير، شكرا لحضرتك جدا، ودايما نشكر يعني سفراء مصر الموجودين في كل الدول اللي بيكونوا في خدمه وبيساعدوا كل الجاليات المصريه الموجوده، وكمان الانديه المصريه في اي وقت بيكونوا في موجودين في الدول دي بيتم استقبالهم بافضل شكل ممكن.